السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الطلاب ومتابعي مستر نجار على قناة الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الطلاب مستر نجار الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم ورجعنا لبعض تاني في الترم التاني بعد ما حلينا كتاب تاني ألا وهو كتاب إكسلنت المراجعة النهائية اللي كان 6000 سؤال، ده بعد كتاب الشرح اللي كان 5000 سؤال، بعد 11000 سؤال اللهم لك الحمد ولك الشكر، وشكرا للطلاب ذو النفس الطويل، وشكرا كل اللي امتحن الترم، وامتحان الترم كان تحفة، كان جميل جدا، اللهم وفقكم، وإن شاء الله حقكم قاعد عند ربنا، وإن شاء الله ربنا يعوض صبركم خير وتعبكم بإذن الله. يلا على بركة الله نبدأ الترم الثاني مع بعض، في أول واجب في كتاب الشرح للترم الثاني. تمام؟ على بركة الله يلا نفتح الكتاب يا شباب، صفحة كام واحد؟ نبدأ على طول. يلا رقم واحد هتبقى سي، مين طبعا بمعنى يعني ادفانس التقدم في الايه الكترونيكس، يعني مين؟ يعني سي. تمام، اخر كلمه طبعا افيلابل متاحه بالفعل، اوريدي افيلابل متاح بالفعل. رقم اثنين ذا سكال، الجمجمه، ات ذا بوتوم اوف ذا بيكتشر، الجمجمه الموجوده دايما في قاع اي صوره او في نهايه اي صوره، سيمبوليك مينينج، سيمبوليك مينينج بقول معناها هنا معنى رمزي، ذات معنى رمزي تمثل الموت، سيمبوليك مينينج ده تعبير على بعضيه، خلاص يا حبايبي معنى رمزي. الجمله رقم 3 having the opportunity، اه طبعا ان يكون عندك الفرصه انك تشتغل، مور مينينجفول ده ذو مغزى، الله يا مستر حد خد باله؟ مين ها اللي بعديها؟ مينينج ها اللي بعديها؟ مينينجفول، هو ده كتاب اكسلنت حبايبي، بيعالج مشكله الطالب اللي بيقول لك انا بحفظ الكلمات وبنسى، والحاجات اللي بتشبه لبعض بتدخل في بعض خالص، مع حل الكتاب بالطريقه دي مفيش حاجه تدخل في بعض، بس ما تنساش ابقى ادعي لي دعوه. ربنا يا رب يكرمكم باذن الله. حبايبي ما تنسوش ان بعد الفيديو بروح مذاكر ملاحظات بالورقه والقلم، ها؟ ما عديش يعني. تمام كده؟ يلا. ذا ليفلت طبعا اللي هي النشره او المنشور كان مليء بالميننجلس، انفورميشن، مليء بالمعلومات التي ليس لها معنى. خلاص؟ طب ما خدناش ليه اي واحده من الباقيين؟ لان الباقيين ما ينفعوش صفه، وانا عايز صفه للاسم. تمام؟ خمسه احنا محتاجين تو فايت ان نجد سام اذر مينز، وسائل اخرى. الله، انت لحد دلوقتي في مين يا مستر؟ ايوه يا حبيبي، عشان نعمل انكلود لمين؟ تمام. يلا يا حبايبي. رقم سته ذا سكسس، دخلنا بقى في سكسس. نجاح خلاص المشروع، تمام كده حبايبي. سي الجمله رقم 7 ذا كامبين، الحمله، هاز سيرتينلي سكسيدد، نجحت فيه. بي الجمله رقم 8 يبقى اديها رقم 8، اور سوليجرز جنودنا نفذوا سكسسفول، ها ايه بقى سكسسفول اتاك، هجوم تمام ناجح، هجوم ناجح. الجمله طبعا لو تلاحظ هي محلوله سكسسفول، خلاص يا شباب. بعد كده اللي بعديها 9 اكسبيرتس الخبراء بنجاح تمكنوا، يبقى بي بنجاح، ها سكسسفولي بنجاح. تمام حبايبي، بقول طبعا هنا في نزع السلاح ديس ارم ذا بومب، طيب نزع السلاح. شي فاينلي اخيرا اتشيف حققت، يبقى سي. 11 تاخذ الاولى، بيفور يو سيت يور تارجت، حلو سيت يور تارجت خدناه الاسبوع اللي فات، سيت يور جول يحدد هدف، اتشيفابل اتشيفابل يتاكدوا انها اتشيفابل قابل للتحقيق. 12 طبعا حبايبي هتاخد اتشيفمنت انجاز، السنس اوف اتشيفمنت اوف ايه اتشيفمنت، روح الانجاز او احساس انك عندك ان شاء الله هتنجز هذه المهمه. 13 فايندينج ا سولوشن، ايجاد الحل لهذه المشكله، از وان ها از وان تشالنجز، احد التحديات، احد ذا جريتست تشالنجز، احد التحديات الكبرى التي تواجه بواسطه العلماء. 14 تاخد بي، طبعا نور عايزه صفه، وبي صفه تشالنجينج، خلاص يا حبايبي تشالنجينج هتبقى بي، وتشالنجينج خدناها طبعا صفه معناها متحدي او صعب.
15 هتاخد سي تشالنجر متحدي هو الشخص اللي بيحاول ان يفوز في المسابقه. اما الجمله 16 هتاخد ايفنتس سوشيال ايفنتس احداث اجتماعيه، تمام؟ احداث اجتماعيه انزا طبعا كوليدج في الكليه. حبايبي 17 ذا كورنيشن حفل التتويج اوف ا نيو كينج لاي ملك، بالطبع هو هيستوريك اي اوكيجن، مناسبه تاريخيه، مناسبه تاريخيه. عارف لو ما فيش اي دي ناخد ايفنت حدث تاريخي، تمام كده يا جماعه؟ بعد كده يا جماعه 18 تاخد سي انسيدنت، حدث عارض، وزود انسيدنت ده تعبير، وزود انسيدنت بدون حدث عارض. الجمله 19 هي هاد هاي فيفر، عنده حمى عاليه جدا، اند فيل انتو اكاما، ودخل في غيبوبه، اللي هي سي، اللي هي سي يا جماعه، خلاص؟ اما لو دبل ان يبقى الكومه بتاعتنا احنا بقى، ها؟ تمام. انزل 20 شيت رايت، هي حاولت تو كوميت ان ترتكب جريمه انتحار، تمام كده يا جماعه؟ جريمه انتحار الكلمه اللي بعد النقط، تمام حبايبي؟ سلاشنج ريست، لما حاولت تقطع المعصم بتاعها، تمام؟ 21 وان كومن، احد الاسباب الشائعه للهومليس المتشردين هي طبعا السيبريشن، الانفصال والديفورس، اخر كلمه الطلاق. 22 تاخد سي uncommon، غير شائع. 23 هتاخد بي overcome، لكي نتغلب على الديسكريميشن، التميز او التمييز ما بين الرجال والسيدات في اماكن العمل، يبقى بي overcome. 24 شي ويل، جيت اوفر، تتغلب على، جيت اوفر يتغلب على، خدناه في كتاب المراجعه، تغلب على الامراض، فلو، انفلونزا. 25 ات مي بي ماني ييرز، سنوات كبيره، تمام؟ قبل اما ذيس دريدفول ديزيز، قبل ما هذا المرض از كونكيرد، قبل ما هذا المرض يتغلب عليه، كونكيرد از كونكيرد. خلاص حبايبي، الجمله اللي بعديها هتاخد طبعا رقم 26، بيقول لك يو ارنت الاود، انت مش مسموح لك. اللي بعديها 27 هتاخد ليت، ليت مفعول مصدر يبقى ليت. 28 تاخد بيرميت، بيرميت مفعول طول مصدر يبقى هنا بيرميت يو تو. 29 انا اخد كارير، حلو قوي الجمله دي، هو بيتمنى ان يجد كارير، كلمه كارير معناها حياه عمليه او وظيفه، وده اسم يعد، هي بتتمنى ان تجد، يعني المفروض اجوب بس ما فيش اجوب، وظيفه في ايه؟ الشرطه، as a police officer، كضابط شرطه. طب الاخيره دي مين؟ profession، مهنه تحتاج لمؤهل، مهنه تحتاج لمؤهل. لما اجي اقول لك التدريس ده مهنه، بص الجمله 30 teaching as a profession، التدريس ده كمان مهنه طبعا، ايه؟ اندر بيت. 31 ويوجوال عاده بنسال انترفيويز، ها جت في الشامل دي، انترفيويز بنسال الضيوف بتوعنا اللي احنا بنسالهم ان يؤدوا افيو سمبل، بعد سمبل اعمل نقط، تاسكس، مهام بسيطه على الكمبيوتر عشان نشوفهم عندهم خبره ولا لا، ابتيود اخر كلمه كفاءه عشان نختبر الكفاءه. 2 سايند وقع ليا بيه. نقلب الصفحة 33 سيجنال طبعا، البوليس اوفيسر ادانا ذا سيجنال اشارة. 34 هي سايد اند سبير، تنهد في يأس، ليا سي يتنهد، اند سبير تنهد في يأس، خد بالك من التعبير. 35 باور ليفتنج، هنا بيتكلم عنها كرياضة، بيتكلم عنها عشان حد بيقول لك ايه از ذا سبورت، هي الرياضة. طيب كمل 36، الباور ليفتنج از كومبريزد اوف، تتكون من من ايه؟ 3 ليفتس، ثلاث رفعات، رفعه السكوات، رفعه البنش، رفعه الايه؟ الديد ليفت، الرفعه المميته. خلاص يبقى ليفت الثلاث رفعات اللي هي انواع الرفعات في الباور ليفتنج. الجمله 37 سكيتنج سبورتس، التزحلق، اليوجا، اند الويت ليفتنج ورفع الاثقال، ار ماي 3 برايمري فورمز، اشكال، هو قال اشكال من التدريبات ورفع الاثقال، يعني بيرفع اشكال، ما قالش رياضات، لا الرياضه كنا خدنا باور ليفتنج، خد بالك، تمام. 39 زير از ا جروينج اويرنس، وعي متزايد، جروينج اسم فاعل، ها، بريزنت بارتيسيبل فيرب اي ان جي، غير الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث، تمام. يلا حبايبي كلمات الديفينيشن، بيقول لك واحد هتبقى ايه، دول سهلين ما فيهمش حاجه، اثنين هتبقى سي، ثلاثة هتبقى بي يا حبايبي، أربعة هتبقى بي تريت، كل دي تعريفات ثابتة، بحفظ الكلمة وبقرأ التعريف ودول عليهم. خمسة هتبقى سي، فاكرين فاليو؟ اتحكينا عليها حدوتة دي في كتاب المراجعة، وقلنا عليها تعبير مهم جدا على فاليو، اللي يعرف التعبير ده خاص بفاليو، وقلنا إن خطير قوي قوي، يبقى اكتب لي في التعليقات
وما تنساش تدعي لحبيبك. 6 الاولى طبعا ها اداري مرتبط باداره الاعمال. 7 الثانيه. 8 ها الاخيره طبعا دي حكينا عليها كتير قوي. 9 قلنا سي، وما تنساش نبات بينج. بينج معناها بما انهم، وياتي بعدها صفه او تصريف ثالث. 9 سي 10 هتبقى سي طبعا، قلنا كومباين وكومبينيشن. 11 الاولى بقى. 12 حبايبي هتبقى سي. 13 الاولى. ان شاء الله الاسبوع ده في الحصه هعلن لكم عن مفاجاه حلوه جدا جدا جدا، وان شاء الله خليك تدعي لي كده وتدعي تقول الله الراجل ده فعلا بيفكر في مصلحتي بشكل يعني فظيع، زي ما عملنا حصه الاسي كده، واديك شفت يعني الناس كلها حضرتها، اديك شفت قد ايه كان الناس اللي بتحضر حصه الاسي والكل خارج مبسوط و10 درجات اتسلموا ليك يا عم. وابسط يا سيدي، ما تنسوش ان ده عدلت الدرجه وبقت 10 درجات على الرايتنج. تمام؟ 13 الاولى ها، 14 بقى 13 الاولى. في جمله تاني بقى تحتيها هتاخد كارير اللي هي الحياه العمليه ها. تمام؟ اما 14 كارير الاخيره، اما 14 ب 15 الاخيره الانجازات ميد ا جريت اتشيفمنت، وكل طبعا كلمه اتشيفمنت تاخد فعل مي. تمام؟ ميك. 16 الاخيره. 17 هتبقى بي. اما 18 حاله داون طبعا، قلنا بورن انتو بورن ويز فاكرين. تمام؟ 18 بي. أم اول كلمه في 18 الفوبيا اللي هي المخاوف الخوف. 19 الاولى ها. 20 هتبقى سي المتوسط. 1 هتبقى سي. 2 هتبقى لف ليت بيبول مصدر. 3 الاولى اللاو. تمام؟ تقول مصدر لان اللاو جايه مجهول، اما لو جايه معلوم اللاو بدون مفعول اي ان جي. 4 هتاخد طبعا مين؟ انتو عشان فاميلي يبقى سي. بعد كده يا حبايبي 25 ها هتبقى ساينز علامات، بستخدم اشارات ليه؟ عشان هو تم اخرس. تمام كده؟ انا كوميونيكيت ويز بتواصل مع صاحبي الذي يكون اخرس مستخدما اشارات. بعد كده عندي واحد يقول لي طب ماركس الاولى، لا الاولى دي درجات. اللي بعديها دايجرام الاولى. 26 اللي بعديها سبورت، اللي بعديها امبوسيبل. قلبنا الصفحه صفحه 5 الجمله 27 هتبقى بي. 8 الاولى. 9 هتبقى بي. تمام يا حبايبي؟ الكوتش المدرب. بعد كده بعد 28 الاولى كومبليت. 29 بي. الجمله اللي بعديها بقى جيم، مش واخده رقم هي. 30 الاولى باور. 31 هتبقى سي. 32 سيلفر، عرفت منين انها سيلفر؟ عشان خد المركز الثاني سكند. عجباني قوي كلمه كيم سكند، عجباني قوي كلمه كيم سكند. هي مش المفروض ذا سكند؟ اذا جاء فيرب تو بي او كم وانا بتكلم عن الترتيب يبقى نخش على طول نقول ايه؟ السكند ها؟ كيم سكند يبقى من غير ذا. خلاص؟ بس ترتيب في مجال الرياضه. تمام؟ 33 الاولى. 4 هتبقى سي. 5 الاخيره. 6 سي. 7 الاولى. تمام؟ خلاص حبايبي؟ ميل سبورتس طبعا، ولكن ومن عشان في فيميل وفي ميل. ميل ذكور رجال. 38 سي. سيت فري يحرر من كلمات القصه، من كلمات اليونت. تمام؟ الاسبوع ده ان شاء الله خلاص هتلاقي ايه ان شاء الله موجود على القناه عندك؟ شابتر كام؟ 7. حبيبك مستر النجار راجع لك بقى بالقصه تاني بعد ما شرحنا اول 6 فصول، وما تنسوش تقولوا لاصحابكم حتى اللي مش معانا يحضروا القصه لان بنشرحها على النظام الجديد الكريتيكال ثينكينج. 38 سي الجمله اللي بعديها هتاخد ايه؟ ذا رايت تو فوت. فاكرين في الامتحان الاسبوع اللي فات مش الترم اللي قبله قلنا في فرق بين رايت وذا رايت وارايت. تمام. 39 الاخيره. 40 سي. 1 الاولى اصرار. 2 بي ريسبونسبل فور مسؤول عن. 42 بي. 3 سي متحمس بشأن، متحمس بشأن. الاولى حماس، الاخيره كين عايزه اون، كين اون. خلاص 44 تاخد بي. تمام نقلب الصفحه. 45 الاخيره. 46 سي كارنت حالي او جاري. خلاص اما الاولى الزبيب. تمام القشمش. تمام حبايبي. 6 هتبقى س. 7 هتبقى الاولى شير يتشاركوا الجائزه. تمام اللي بعديها اللي هي بدأ بهز انسر هتاخد س.
48 هتاخدي الاولى، 49 هتاخد سي اكسبكت تقول مصدر، 50 الاخيره رياضيين، اللي بعديها شي ترينت هي اتدربت، 31 تاخد بي، 32 تاخد بي سوسايتي، 53 يبقى 51 بي 2 بي، 3 هتاخد بي، 4 هتاخدي الاخيره، 5 هتاخد بي، 6 هتاخدي الاولى. تمام يا حبايبي؟ اصحابه اخر كلمه حلوه قوي، بانكتشوال ملتزم. 7 هتاخد سي يقوم ببحث، وقلنا كلمه بحث دي اسم لا يعد. تمام؟ 8 هتاخد الاولى يعيد صياغه، 9 هتاخد بي استدلال من ضمن الكلمات، 60 الاولى، 1 هتبقى بي يبرز، 2 وقلبنا الصفحه هتبقى سي، 3 هتبقى بي محاضره عن لكتشر اون او اباوت، حط خط تحت اباوت وممكن اون لو مش موجود، 4 الاولى محاضر. تمام يا حبايبي؟ طيب 65 سي، 6 هتبقى بي حروف الجر بقى، ها والادفيربس والاكسبريشنز، 7 الاولى ديفرنت تو اول تعبير عندك في المذكره، 8 هتبقى بي، 9 الاخيره كلهم ينفعوا. تمام يا حبايبي؟ كلهم ينفعوا، يفضلوا ان يشاهدوا التلفزيون او يشاهدوا الرياضه عن ما يمارسوها، دو صح، دو اسبورت، بلاي سبورت، براكتس. 70 الاولى 1 بي، تمام 1 بي، 2 عشان كومباين طبعا. بعد كده عندي خلاص حبايبي، ما بيقول لك ماذر تو شي وازنت شور، ما كانتش متاكده لو كانت هي تقدر بنجاح تجمع ما بين ممارسه الرياضه مع ان تكون ام لبيبي، عشان تبقى فاهم كومباين ويز تو بقى، ها لي تجمع ما بين لكذا، 2 بي، 3 بي يا حبايبي، 4 هتبقى سي ديو تو اي ان جي معناها بسبب، غير بي ديو تو اللي بيجرها مصدر اللي هي بتساوي يونت 3 البريزنت سمبل، واللي حضر الحصه فاهم انا بقول ايه، 5 هتاخد سي تمام. بعد كده اللي بعديها تمام بيقول لك ايه، طبعا الجمله رقم 6 الاخيره جرو اب ويز كانت في الجمل اللي انا قلت لك استادي ذيس سنتنسز، ادرس هذه الجمل، 7 هتبقى سي تمام يا جماعه، لما قلنا ان واي، ان مع واي يعني بطريقه، 8 هتبقى بي خلاص، 9 هتبقى الاخيره مايند، اما 80 خلاص هتبقى الاختياري الاول ديزيز، 1 لانها حاله مرضيه، 81 بي از، 2 هتبقى بي، 3 هتبقى بي دو اجوب، 4 اوفر كام يتغلب على الفريق المصري يتغلب على كل الصعوبات، 5 الاولى، 6 هتبقى بي افري داي الثانيه لانها صفه للنيدز، 7 هتبقى بي، 8 الاخيره، و9 الاخيره. يلا يا حبايبي السينينمز بقى واندرمز، يلا كده يلا، 90 الاولى ها، 1 هتبقى الاولى برضو ملحوظه ومميز ومؤثر، 2 الاولى ها تمام كده، فاكرين دي اللي هي مرادف يتحدى، تمام يا جماعه، طيب او يهزم، 3 الاولى، 4 هتبقى سي فيلور فشل هو بيقول لك عكس النجاح، 5 هتبقى بي ويكن هو بيقول لك عايز عكس يدعن يبقى يضعف، بي 96 هتبقى بي خلاص تافه وغير مهم، 7 الاولى ملهم، 8 هتبقى الاخيره اي وبي صح لانهم الاثنين بمعنى يخلط، 9 الاولى مؤثر ومثير، 100 هتبقى بي، 1 هتبقى سي ها، 2 الاولى، 3 الاولى، 4 هتبقى بي. في معلومه فاتتك، في جمله فاتتك، حرف فاتك، وقف الفيديو وارجع، ما توترش نفسك الموضوع بسيط يعني، 5 بي 6 الاولى يبقى 3 اي 4 بي 5 بي 6 الاولى. يلا اللونج مان على طول ها بالمره، 7 الاخيره، 8 الاولى، 9 بي، 10 هتبقى بي، 11 الاخيره، 12 الاولى هارد تو تشينج من الصعب انك انت تغير عقليته، 13 هتبقى بي، 14 بي اريل سكسس، طب ليه خدناها سكسس؟ اسم عشان قبليها صفه، 15 الاخيره، 16 الاولى، 17 بي، 18 ست طبعا خدنا ست جول وسكور جول واتشيف جول كل ده تحت بعضيه كده تمام. عايزك يا جماعه لو عندك اخطاء كتيره يبقى ركز يا جماعه، مش ينفع الواجب مباشر على فكره، ادي كده شايف بقول لك، انا بقول لك حروف وبعدي يعني الواجب مباشر جدا الا بالحاجات اللي بقف عندها، 18 الاولى، ولو لقيت يا جماعه عندك اخطاء كتيره ما تكملش، وقف وراجع تاني
خد بالك اتعلم من اخطائك. تمام يا حبايبي؟ 18 الاولى، 19 بي، 20 بي، 1 سي، ها بوزيشن بيلعب في وضع الديفندر الدفاع. يلا 22 الاولى، 3 الاولى، تمام؟ ما يقدرش يكسر العصايه دي. 4 ان ريزلت ان يتسبب في التدخين، فاتل ديزيز امراض فتاكه. 5 بي ريزلت فروم ينتج من غير يتسبب في، دي ريزلت ان يتسبب في ريزلت فروم ينتج من، عكس بعض في المعنى. 6 اون ورك اون، تمام؟ but he couldn't make her change، بيحاول يقنعها ولكن ما قدرش يخليها تغير رايها. شوف جمل حلوه جدا، خد بالك. 7 اون ورك اون، خلاص كده يا حبايبي تمام. طيب بيقول لك ايه؟ صفحه 11 هتبقى الجمله رقم 1. رقم 1 ده على البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينوس تنس. 1 هتبقى بي هاف بين ستادينج، مضارع تام مستمر. انا تعبان، بفسر المضارع بمضارع تام مستمر، تفسير الاحداث في المضارع. 2 هاو لونج، مضارع تام مستمر السي طبعا. 3 هتبقى دي، ها الطريق مقفول، فسر مضارع تام مستمر. 4 هتبقى بي لان فعلا هو ما بياخدش اي ان جي. 5 هتبقى سي، مضارع تام مستمر. 6 هتبقى الاو بي، 6 هتبقى بي هاز لوجد، تمام. بعد كده الجمله اللي بعديها 7 هتاخد الاولى هاز بين توكينج، تمام، حدث تم وما زال منذ الصباح. 8 الاولى، تمام يا حبايبي، 8 الاولى الاتوبيس ما جاش، يبقى احنا ما زلنا منتظرين. بعد كده الجمله رقم 9 هتبقى الاولى، الجمله 9 هتبقى الاولى، تمام يا جماعه. طيب الجمله 10 هتبقى هاف ميست، تمام، والان سوف يجب علينا ان نمشي، خلاص افتقدنا، حدث تم وساب اثر او نتيجه، يبقى هاف ميست. 10 هاف ميست، 11 هاز ايتن، تمام. 7 ايس كريم، عدده كميه وفي سو فار كمان. رقم 12 هتبقى فينيشد، عشان هافنت والتصريف الثالث فينيشد، الايه راحتك اليمين ايه. 13 هاز ايتن، 14 هاف لوجد، قفلنا البوابات، لذلك محدش هيقدر يصل هناك، حدث تم وساب اثر محدش هيصل. 15 هافنت ايتن، عشان ليتلي. 16 هاز جاست ليفت، اللي هو الاختيار رقم بي، هاز جاست ليفت. 17 الاولى، 18 هتبقى الاختيار ايه، هاف فورجيتن. 19 دي، 20 الاولى، 1 ايه، ها 2 ايه، خلاص يا حبايبي حدث ترك اثره. 2 ايه، 3 هتبقى هاز لوست، هاز لوست هي غير سعيده لان تفسير. 5 هتاخد سي. 6 هاف ميد. 7 تمام، 7 هتبقى سي هاز لوست، حدث تم وساب اثر. 8 هتبقى هاز كات. 9 الاولى هاف بروكن. 30 هاز 1، تمام، هاز 1 هتبقى بي. 31 بي، الشخص هازنت فينيش، ما انهاش الكتاب، لانه بيقول لك انا بقرا هذا الكتاب ليه اسبوع حتى الان، يبقى لسه ما خلصوش، يبقى بي. 32 تبقى بي، ما زالت هي اهو ذهب الى مدريد، يبقى هي لسه ما رجعتش بقى، يبقى از ستيل زير، ما زالت هناك. 33 هتبقى الاولى. 4 بي، تمام، لازم نسمع الكلام يا جماعه، انا قلت لكم راجع المضارع التام والتام المستمر من مذكرات شرح وحل، بالله عليك يا جماعه نسمع الكلام. 34 بي، 5 بي، 6 الاولى، 7 هتبقى الاولى، 8 هتبقى بي، 9 الاولى، 40 بي، 41 هتبقى الاولى. طب ليه هاف؟ عشان جمع دان وكالي. 42 ويند، عشان سنس عايزه بعديها ماضي بسيط. 43 بي، مضارع تام، مضارع تام، خلاص يا حبايبي تمام، مضارع تام، يعني هو بيقول لك اي ام ريلي هانجر، انا جعان جدا لاني ما اكلتش اي شيء منذ الغداء، تمام. اي نقط، النقط جايه بعد اي، النقط جايه بعد اي، تمام كده. بفسر بقى، اصل انا ايه مشغول. طبعا الجمله مضارع، يبقى التفسير بالمضارع التام. 44، 44 الجمله عندي مضارع، بفسر بالمضارع التام، يبقى نقلب وناخد دي، نقلب وناخد دي. بعد كده 45 هتبقى سي سو فار. 46 بي، 7 هتبقى سي، 8 هتبقى سي كويتد، يقلع عن، يترك. 9 هتبقى سي،
50 هتبقى بي فعل نو، ما ينفعش ياخد اي ان جي. 1 هتبقى دي، تمام. 2 هتبقى بي. 3 هتبقى بي. 4 اريك ولد has been waiting. سي اللي بعديها بقى، تمام كده حبايبي، هتبقى has always loved. اللي بعديها 6 هتبقى has been. اللي بعديها have been decorating، بيزين. اللي بعديها الجملة بتاعت توم هتبقى has directed، وجه. 9 تمام. و50 تتوقع تبقى ايه؟ هتبقى مضارع تام مستمر، بيدفع 1000 جنيه من اجل هذه الشقة، وانا سوف اجد واحدة رخيصة. تمام كده حبايبي؟ خلاص؟ مش قادر اوفر هذا الثمن. have been paying، تمام؟ have been paying، ان انا بدفع 1000 جنيه امانس شهري من اجل هذه الشقه، لذلك انا هدور على غيرها، يبقى انا ما زلت بدفع في الايجار، يبقى الحدث تم وما زال. 60 هتاخد سي. 1 هتاخد سي. 2 هتبقى دي. 3 هتبقى دي. 4 هتبقى ايه؟ دي مضارع تام. خلاص كده يا جماعه تفسير. 65 هتبقى توك. هتبقى توك ماضي بسيط عشان اجو. 66 هتبقى بي مضارع تام مستمر. 7 هتبقى ايه؟ تمام كده حبايبي. اللي بعديها بيقول لك اي هاف وركد، انا اشتغلت بجد، اختار ذس ويك ايه. 69 سينس عشان بعديها اسم، ياتي بعد سينس اسماء. 70 تاخد فور، فور بيريود. 71 هتبقى الاولى عشان فور طبعا. 2 سي. 3 هتبقى بي. 4 هتبقى الاخيره مضارع تام مستمر. 75 هتبقى الاولى. 75 هتبقى الاولى. خلاص يا جماعه. طيب 76 الاولى برضو. 7 بي، تمام يا حبايبي. 8 هتبقى ايفر جايه في وسط سؤال. 9 الاخيره، اما 80 هتبقى الاولى عشان سنس طبعا مع المضارع التام او التام المستمر، وما جابش مضارع تام. بعد كده عندنا واجب طبعا من صفحة 20 ل 23. يلا نبدأ. 20 1 هتبقى هاردلي عشان ايفر. 2 هتبقى بي وسي. طب ليه بي وسي؟ علشان جاي طبعا هنا عايزين حال، عايزين حال. بيقول لك ريحاب بيكيم اصبحت متحمسة بشأن الرياضة الجديدة بشكل كبير جدا. معايا ولا لا؟ يبقى طبعا هنا فاست صح، كويكلي صح، يبقى بي وسي صح. اصبحت متحمسه بشان، او بقول رياضتها الجديده بشكل متحمس جدا، مش اقول اصبحت متحمسه سريعه، لا بشكل كبير. يبقى عايز حال، يبقى بي وسي. 3 هتبقى الاولى. انسبايرنج صفه ملهم، انجازاتها ملهمه، صفه مؤثر هنا، اي صفه مؤثر تنتهي ب اي ان جي. الجمله رقم 4 ديفرنت تريتمنت، صفه للتريتمنت. رقم 5 هارد، بتعمل بجد هارد، تشتغل صبع وحال، اما الاولى نفي. اللي حضر الجرامر فاهم انا بقول ايه. 6 الاولى نورمال واي، طريقه طبيعيه بشكل كبير. 7 تاخد بي ويل فيري ويل. 8 الاولى هارد عشان اني، قلنا هارد بتيجي مع كان وكود واني وايفر، تمام. 9 ريلي ريلي براود، حال بيدخل على الصفه ليؤكدها. 10 ادفرب بيقول لك ويل دي حال. 11 الاولى امبرسيف، مثير. 12 اكستريملي، بتدخل على ايه؟ سكسسفول، تمام، ده حال ودي الوحيده اللي حال فيهم. 13 هارد، بيتدرب بجد بي. 14 الاولى سترونج مسج، رساله قويه. 15 تاخد بي. 16 الاولى افريج، متوسط الارتفاع. 17 بي عشان ايفر، قلنا ان هارد الايفر بتساوي ايفر. 18 بي عشان ضد فعل، والفعل عايز حال، يبقى بي. 19 الأولى مسؤول عن. 20 الأولى، تمام، تسلق بنجاح، ده فيرب والفعل عايز حال، يبقى الأولى. 21 أي جملة صحيحة هتبقى سي، هو تناقش معي إن أفريند الواي، لأن الصفة لو منتهية بإل واي بنحط لها إن وبعديها واي. 22 تمام، هي كان رن فار بيتر، فار بيتر. قلنا ان فار بتخش على مين؟ على المقارنه، فاكرين؟ تمام يا حبايبي، فار بتخش على المقارنه، فجيم فار وباي فار، ركز معايا، تمام كده؟ طيب بعد كده 23 دي كانت يونت 2 دي، تمام؟ 23 اخيره، بلا شك هو ارتكب الجريمه، حال، حال يا جماعه، خلاص كده؟ طيب
بعد كده عندي 23 انا هاخد الاخيره، 4 انا هاخد الاخيره، حال 25 اخيره، حال بيعيش بالخارج، ظرف مكان اللي هو ظروف المكان او احوال المكان، 6 سون ظرف زمني، 7 بي، تمام يا حبايبي، بي انا نادرا، يبقى اي دونت يبقى لم اذهب ايه في الغالب فريكوينتلي من حين لاخر، تمام، عشان النفي طبعا ما تنساش، مرارا وتكرارا لاني نادرا بذهب، اما ما بروحش تكرارا ايه او غالبا. 28 سي نيفر، 9 الاخيره، 10 انف، قلنا انف بيجي قبلها الصفه الايجابيه وتو بتيجي مع الصفه السلبيه، 1 الاولى، ما هو ملتزم هو دايما بيجي في الميعاد الاولى، 2 كان عايز هاردلي سي، 3 تاخد بي، 4 الاولى، 5 بي حال، تمام، 6 الاولى يبدو تعبان، لوك صفه، لوك عايز صفه دايما لان من الستاتيف فيرب، 37 بي، 8 الاولى تيست من افعال الحواس عايز صفه، 9 الاولى سو سلو لان قبلها يو ار من افعال الحواس، 40 تبقى بي، 1 الاولى قلبنا الصفحه الزبون كان عنيف صفه، 2 الاولى، 3 الاخيره هارد، 4 الاخيره عشان وجود فعل والفعل عايز حال، 5 تبقى بي مضارع تام ليتلي تحل محليت، 6 الاولى تو فاست، سلو داون اهدى، ده انت ماشي تمام بسرعه كبيره جدا بقول له اهدى، تمام، 7 بي، 8 الاولى هاردلي، تمام كده حبايبي، بيقول له البطو از بارتيكولار انيوزد غير مستخدم تماما، خلاص يبقى انا هاردلي وورد ما ارتدتوش تماما، وهاردلي بتفيد النفي. 9 تاخد سي، 50 هتبقى الايه؟ 50 هتبقى الاولى، خلاص يا حبايبي تمام، اتس ريلي دارك يبقى اي كان هاردلي سي، 1 هتبقى الاولى يتدرب بجد مش هينفع الثانيه، خلاص كده بيتدرب بجد، تمام؟ بعد كده عندي هو ما قالش بقى يعني ايه بن از جوينج تو رن، بيقول لك هيجري في الماراثون، ما اقولش بيتدرب بصعوبه، ما اقول انا بقول بيتدرب بجد باجتهاد، فالاولى، 2 تاخد الاخيره، تمام؟ اي جمله من دول صح، هي از ديد، ما ينفعش ديد ارزان طبعا. 53 اندور لانها صفه للجيمز، صفه للجيمز، يلا يا حبايبي صفحه 23 رقم 1 من تحت ما ننساش، ها الواجب الجديد، يلا كده اول جمله بي هاز بن، طب ليه يا مستر ما خدناش هاف بن؟ حبيب قلبي ديسكشن جايه مفرد، لو قالها جايبها جمع كنا خدناها الاولى. الجمله رقم 2 هاف بن كامينج، ده هما بيجوا هنا لكي يتدربوا ليهم فتره، فور معناه، الله فور معناه، ايه يا مستر ده؟ احنا بنحل على الترم الاول حبيبي عشان ما ننساش، كتاب اكسلنت للشرح للترم الثاني في اجزاء خاصه بالترم الاول عشان ما ننساش، دايما بنقول طلبه النجار في حته ثانيه بس بشرط نسمع الكلام يا جماعه. يلا حبايبي رقم 3 هتبقى سنس، جاي بعديها جمله ماضي بسيط، اما 4 يا شباب هنقلب الصفحه وهناخد تراينج مضارع تام مستمر هاف بين اينش. الجمله 5 هتبقى الاولى هاف، طبعا حبايبي هاف كام افتر ستادينج بعد الدراسه، خلاص توصلنا الى استنتاج ان كان هناك اشياء كثيره مختلفه بعد دراسه البحث، اي مش هتنفع طبعا اي ام كامينج ولا اي مع كامز ولا اي مع هيز، ها يبقى توصلنا الى بعد دراسه يبقى في نتيجه اثر نتيجه مضارع تام، وما تنساش تدعي لحبيبك. يلا 6 هتبقى بي، 7 هتبقى بي هاف بين فور معناه، 8 الاولى حبيب قلبي عشان في يت في الاخر، 9 الاولى، ها 10 هتبقى بي، تمام يلا نكمل، 11 نقول هاف ريد 5 ايه بوكس، اي عدد اي كميه بريزنت بيرفكت، بس العدد والكميه الكلام مضارع، طب اي عدد وكميه في الماضي ماضي تام، اي عدد وكميه في المضارع مضارع تام، غير ان الجمله فيها زيس وزيس بريزنت بيرفكت. الجمله 12 تبقى الاولى حبيبي، 13 الاولى، 14 الاخيره، الاخيره اول داي بتزغرط في الجمله اهي، 15 الاولى، 16 بي سمير هاز بن، 17 الاولى ذا كامبانيز بروفيتس الارباح ازدادت ازدادت اوفر ذا لاست، حتى عبارات المضارع التام، المضارع التام
من الازمنه اللي ليها تعبيرات، مش كل الازمنه ليها تعبيرات، والكلام ده مكتوب في يونت 1. 18 هتاخد بي لان الناحيه الثانيه مستقبل، يجي حد حافظ يقول لك مش افطر ماضي تام، يا عم حرام عليك، الناحيه الثانيه مستقبل، مش كل افطر ماضي تام حبيبي. 19 تاخد سي، اما 20 تاخد بي، طبعا انا ما قابلتش ساتش اضرب ساتش اهي، ساتش بتبقى عايزه نيفر وساتش بتيجي مع ايفر بس في حالات التفضيل والكلام ده كله زي اتز فيرست. طبعا اللي جاي داخل مذاكر هو فاهم انا بقول ايه، لان انا قلت راجع يونت 1 الجرامر. 21 بي، الحوادث حدثت تيك بليس، عشان ريسنتلي ما اقولش حدثت، عشان شايف ناس كده ممكن تقول لك طب ما خدناش لي سي. لو فكرت في كده يبقى ادعي لي دعوه بقى وانت قاعد، او ادعي لوالدتي عليها رحمه الله. 22 هتبقى الاولى حبيبي، 23 الاولى، تعبان، ده في حدث تم وساب اثر، مفيش مضارع تام يبقى ناخد مضارع تام مستمر، ما خدناش لي سي، لا ده مضارع تام مجهول. وقف الفيديو واسمع 90 مره، حبيبك انا، اوعى تضر نفسك، اوعى تضر نفسك، خساره انت. حبيبي 24 زي سويك كلمه دل على المضارع التام. 25 سنسي ميتنج، تحفه تحفه تحفه، منذ المقابله مستر نجار حبيبك في يونت 1 كاتب انه ممكن ياتي بعد سنس، مين؟ اسم النهارده كتاب اكسلنت بيقدمها على شكل جمله، منذ المقابله انا كنت قلقان. طب ليه ما اخدش ميت؟ حبيبي فين الفاعل عشان تاخد ميت؟ فين الفاعل؟ فين سنس اي ميت؟ فينا؟ تمام؟ 25 تاخد سي، 26 اخيره، 7 تاخد الاولى، تمام؟ بعد كده 8 تاخد سي، سنس ماضي بسيط ناحيه ثانيه مضارع تام، 9 تاخد سنس، سنس ذا لاست، دي جملتكم دي. واحد يقول لي ذا لاست عايزه فور، اقول له لا ده في ايه يا مستر؟ اكتب انت بقى في التعليقات ايه اللي حصل، تمام؟ الجمله سنس. 30 سي سنس، 4 از نو لونجر، از نو لونجر انه راح وجه يبقى لم يعد هناك، از نو لونجر. 32 تاخد الاخيره ليتلي، بتحل زي يدي كده. 33 سي عشان سينس، 4 فور، فور اوفر اكثر من عام. 5 تاخد بي، هاف يو ايفر، ايفر مضارع تام، هاف يو ايفر مضارع تام. فاكرين يا جماعه قبل الامتحان الترم بحصتين كانت في جمله نيفر كانت جايه في وسط السؤال، نيفر كانت جايه في وسط السؤال، مش كل ايفر يا جماعه تيجي في وسط السؤال، لا يا جماعه، لا لا لا، خد بالك من الحته دي. كنا بنقول ايه اللي ما عملتوش نفسك تعمله؟ What have you never done? What have you never done? And ايه؟ And you hope to do. لا يا جماعه الامتحان معايا الحصتين اللي قبل امتحان الترم كانت فيه الافكار دي كلها. خد بالك يا جماعه، اوعى يا جماعه تروح تكتب كده وتجري. لا مش كده يا جماعه، بالراحه. شوف الجمله دي فين؟ كانت في الامتحانين اللي قبل امتحان الترم بالظبط. خلاص؟ 36 اولى، ادعي لحبيبك ربنا يعينه، انت تبدو وايد. الجمله 34 بي، 35 بي، 6 الاولى، بيقولوا انت يعني مصفر ليه كده؟ وشك شاحب ليه كده؟ فكرونا بالشاحب والقصه فاكرين. 36 الاولى يبقى حدث تم وساب اثر، 37 بي تمام؟ مصر تزار مضارع تام مجهول. اللي بعديها ذا بيست تفضيل يبقى ناخد الاخير. 39 سي ايفر عشان تفضيل، 40 الأولى عشان تفضيل. واحد هنقلب الصفحة، احنا في صفحة 26 الجملة رقم واحد من فوق، تاخد سي. الجملة اللي بعديها سي، مضارع تام مستمر، ما زلت بستمتع بيها، ما زلت بستمتع يبقى بقرأ وما زلت. بشاهد وما زلت. 3 تاخد بي، عدد وكمية. 4 تاخد سي، 5 الأخير، 6 تاخد بي، أنجز، أنا خلصت الكتاب اللي أنت وصيتني بيه، إنجاز. اي انجاز بريزنت بيرفكت يا حبيب قلبي. 5 تقدير اخيره، 6 بي، 7 الاولى لان فعل انه ما بياخدش اي جي ستاتيف فعل، 8 الاولى، شوف 2000 متر كميات مسافات سرعات اعداد كل ده مضارع تام، 9 تاخد بي لانها انجاز، 10 تقدير اخيره، 11 الاولى، 12 سي، 13 هتبقى بي، 14 الاخيره بقى، انا مفتقدك كثيرا، ده انا ما شفتكش ليا فتره، طبعا عشان انت وحشني، بيقول له كده، 15 سي، 16 الاولى، 17 هتبقى بي، ما زال بيشتغل يبقى ما خلص، 18 سي، 19 الاخيره،
كتاب المراجعه يا جماعه بتاع الترم الاول اوعى حد يكون اهمل فيه يا جماعه، والله يفرق جدا معاكم يا جماعه. ده كان في حصتين ورا بعض حلينا امتحانات سنين سابقه من 2010 لقدام. اللي المفروض السنين السابقه احنا بنحلها في اخر نجار حبيبك في حته تانية، احنا علينا الحاجات دي بدري بدري عشان نخلص. محدش ضامن في الاخر اللي يظهر في المواد والماده دي عايزه ايه والماده دي عايزه ايه، يبقى انا بخلص مادتي اول باول. 19 الاخيره، 20 الاخيره، لان الحدث انقطع، هي عايشه في المنصوره، الحدث انقطع، يبقى فورمه ده بسيط. واحد بي تمام؟ واحد يقول لي ده الاجابه لاست، انا مالي بالاجابه؟ حبيبي السؤال ختم ببي فور، اذا جاءت بي فور اخر الكلام يبقى حبيبك المضارع التالي. اتنين الاولى، تلاته بي، اربعه بي، خمسه سي نتيجه، سته بي. اي جمله صحيحه؟ بي طبعا، لانه ما خلصش يبقى ما زال بيكتب. الادفانسد، ادفانسد مين؟ مش مع طلبه النجار، دوس. واحد الاولى، طبعا. رحت دول كتير، اي عدد وكميه كتير، ولكن ما زرتش بولندا، ولكن ما زرتش، يبقى احط خط تحت بط وخط تحت نيفر، بط نيفر. ها، اتنين بي لان هو ما ياخدش اي ان جي، تلاته بي، اربعه بي عشان سنس، تمام. خلاص كده حبايبي. خمسه، واحد يقول لي طب بالنسبه بقى اربعه ليه ما ناخدش الاخيره؟ لا، ده لم يشعر بحق، لم يشعر فيري باد، ان هو سيء جدا منذ الجمعه اللي فاتت، لانه هاز كود. لا، ده الحدث لسه شغال معاه، لانه اصيب بايه؟ بنزله برد شديده جدا. لا لا لا، بي طبعا، الحدث تم وما زال، ما قالكش خلاص هي مثلا على سبيل المثال جيتس بيتر حبايبي اتحسن، لا، الحدث تم وما زال. خمسه سي، سته بي، سبعه الاولى، ثمانيه الاخيره، تسعه سي عشان لاست فتره ونختم بقى جو. 10 اي جمله صحيحه؟ الاولى. ها، 11 الاولى، 12 حبايبي سي، تمام. بالله عليكم تحت الجمله 12 احنا قلنا ايه؟ سي هي نامت ليها اربع ساعات الان، يبقى هي نايمه ليها اربع ساعات حتى الان، يبقى مطلع ده مستمر خلاص. طيب ما تنساش بقى الدعاء الى امي عليها رحمه الله. يلا حبايبي الفوكاب، صفحه 28، صفحة 28. ها، واحد بالنسبة ل 28، واحد هارد الايفر، شوف يعني تحفة تحفة، هارد الايفر بتساوي مين؟ نيفر. هارد الايفر واحد طبعا، يبقى نادرا ما بيحصل، يبقى سي عشان حتى جاب اني بعديها، شوف اني حتى اني كلينك. اتنين تاخد بي، تمام كده عشان دو سبورت وبلاي سبورت. تلاتة كوتش المدرب بتاعنا بي، أربعة تاخد بي كوتش، هنا أتوبيس بقى، هنا اتوبيس بي هنا، ها، كوتش مدرب او اتوبيس. واكتب لما اقول بالاتوبيس اقول باي كوتش، اكتب. ولما اقول في الاتوبيس اقول اون ا كوتش. ادعي لحبيبك، ولاش تدعي لامي، ادعي لامي عليها رحمه الله. ها، اما الاولى كاوتش، دي بتاعت القصه، كنبه. الاولى كنبه والثالثه كنبه والثالثه، عشان ما حدش يقول لي طب ايه الفرق بين الاولى والثالثه؟ شوف انا حاسس بيك حبيبك اهو. اما الاخيره الكاش طبعا، الفلوس النقديه. خمسه سي طبعا، يطور. وسته هتبقى الاولى ديفلوبد، الاخيره اللي هي الاولى اللي في اخر السطر دي. سبعه هتبقى الاولى. ثمانيه بي ديفلوبمنت، تطوير. تسعه انترست، ان انترست فائده. طب ليه ما اخدش انترستد؟ هو انترستد صفه تاخد ان؟ ايه يا عم انت؟ فائده او اهتمام بالبوليتكس بالسياسه. 10 الاولى صفة مؤثر بالاي ان جي اسم فاعل. 11 بي صفة متاثر، الله يا مستر يا اللي بتضرب جامد. 12 هتبقى بي ايبل تو، قادر على ايبل. طب مين الاولى ابيليتي؟ دي قدره عايزه هاف، دي قدره عايزه هاف، اكتب على جنب هاف ابيليتي تو المصدر. وفي حاجه اسمها انيبل، اي ان ايه بخفيفه ال اي، اي ان اي بخفيفه ال اي، انيبل مفعول طول مصدر، انيبل مفعول طول مصدر. 12 بي، 13 سي انيبل غير قادر، 14 هسمعك ملحوظه ايه؟ كرباج. 14 تاخد سي ديسيبل غير قادر، بس يعوق او يمنع كفيرب.
يعوق او بقول يمنع كفرب. فالجمله بيقول له نظام السلاح ده بيدمر او بيمنع اي صاروخ قادم. incoming تمام، مثلا صاروخ قادم. خلاص 15 سي معاق، 16 بي disability الاعاقه، 17 شوف يعني 16 اعاقه، شوف 17 inability عدم القدره. يا نهار ابيض، يعني بص بيقدم روائع كتاب اكسلنت يا جماعه، بيقدم روائع يا جماعه. اي حد يعرف حد حتى لو مش معانا يقول له يحل الكتاب، الكتاب خطير يا جماعه تمام. خلاص اوعى تنسى كتاب المراجعه ده، كان فيه قنابل مش شركه معلومات. يبقى هنا معناها عدم قدره، عدم القدره انك تستخدم الكمبيوتر ده عيب فيك لما تروح تشتغل وظيفه، مش ديسابيلتي، ديسابيلتي اعاقه، ده عدم قدره. 18 اي لايك ليست، قلنا لايك عايزه تفضيل من غير ذا، تفضيل من غير ذا يبقى ليست، لان ايه عكس ذا موست ذا ليست. طب مين سي دي ليست؟ دي اللي جات لك في امتحان الترم يا معلم، اللي جات في امتحان الترم ليست معناها خشيه ان او خوفا ان، وبيجي بعديها فاعل شد ومصدر. واحد يقول لي امتحان الترم كان انهي يوم؟ برافو عليك اللي قلت كده، حبيبك نجارك عمل امتحانات للسبت وحديها، وامتحان الحد وحده، وامتحان الاثنين وحده، وامتحان الثلاث وحده، وامتحان الاربع مختلف، وامتحان الخميس. كل يوم كان امتحان شكل. حبايبي ابحث عن هذه الامتحانات حبايبي، وطلباتكم اوامر بس اتحرك. المنصه كان ليها امتحان وحديها علشان الافكار تبقى في ميكس كده مع الافكار وحفاظا على مستوياتكم. 20 تاخد الاولى ليست قائمه. طيب 19 سي ليست خشيه ان، خشيه ان يزعج ذا ايه ذا انفانت الطفل تمام، بتقول له هو خواف جدا لدرجه ان لا يتحرك خشيه ان يزعج الاطفال. 19 سي 20 الاولى قائمه، 1 بي دي لعبتكم بقى، 2 الاولى هات، 3 بقى هناخد سي، 4 الاولى كل الدول بتتحد ضد الكومن انمي العدو المشترك، 5 تاخد بي كومبينيشن مزيج يا حبايب الفراوله والكريمه مزيج جميل جدا، 26 تاخد بي، 7 تاخد بي ده الفيرب، 8 الاولى فيميل تشيكن تمام، الميل تشيكن از كولد كوك، اما الفيميل تشيكن تسمى الهن اللي هي الانثى. الله يا مستر، الله يا مستر على الجمال ده. 9 تاخد سي تمام يا جماعه، بعد كده عندي هناخد مين؟ 30 هناخد سي حبايبي، 1 هناخد سي رول طبعا دور، بعد كده 2 الاختيارات اعمل واحده موديل رول، اعمل واحده موديل رول يا جماعه، خلاص كده اعمل واحده موديل رول تمام حبايبي. طيب بعد كده عندي 32 32 اعمل واحده موديل رول قدوه، 3 هتاخد الاولى، 4 هتاخد سي اسم عادي، 5 انسباير يلهم، 6 الاولى، 6 الاولى يا حبايبي 7 7 هتبقى سي الهام، الفنان بياخد الهامه من الفن الافريقي، 8 الاولى ديو تو از ديو تو الوقت المحدد لكي يتقاعد، 9 ديو تو خلاص يا حبايبي بسبب، 40 اوينج تو بسبب الاسترايك الاضراب، وخدنا في كلمات القاموس اون سترايك في حاله اضراب او الشغل، 41 بيجوز اوف بسبب الاصابه، صفحه 31 تمام من فوق تاخد بي بيلعب من اجل الايه الفلوس بقى فاكر في كتاب المراجعه، اما الهاوي بيلعب فور ماني وفور ايه جوي وفور انجويمنت، 2 الاولى بقى فاكر ودخلك البجع بقى وحبيبك نجارك لما شرح البرزنتيشن، 3 تاخد بي، 4 الاولى، 5 هتاخد سي الوسائل البصريه لازم بنستخدمها عشان يصير الجمهور بقى والطلاب، 5 سي، 6 هتبقى بي، 7 هتبقى بي، يبقى 5 سي 6 الاخيره، 6 الاخيره تمام يا حبايبي. خلاص بيقول لك ايه؟ بيقول لك هي لايكس، هو بيحب ان يتعامل مع الناس فيس تو فيس تمام، الكلمه تحتيها خط تشتغل ايه؟ قال له ايه وبي، خلاص حبايبي دايركت مباشر تمام مباشر ايه وبي، 7 هتاخد بي توقف
تمام كده يا جماعه. بعد كده 8 7 هتاخد بي 8 الاولى، 9 الاولى، 10 هتبقى بي الجوائز بقى، 11 الاخيره تمام، 12 هتبقى الاولى، 13 بعد التخرج بي، 14 هتاخد سي لا تثق، 15 بي، 16 هتبقى بي، 17 مستوى سطح البحر ليفل والحاجات دي، 17 سي، 18 سي، 19 الاولى سبورتنج كلاب. تمام يا حبايبي؟ طيب ليفربول طبعا ومو صلاح حبيبك ومو نجار وكل المهاج. 20 بقى افري، افري اثليت، كل رياضي. تمام يا حبايبي؟ دريم اوف ريزنج هيز كانتري. تمام؟ بعد كده عندي 21 هتبقى سي، 2 هتبقى سي سيف نوفر الطاقه، 3 هتبقى دريم اوف ودريم اباوت عادي جدا، بس التعبير ده جه في القطعه اوف بس، ولكن اوف واباوت عادي. 4 اباوت اهي، تمام كده؟ اباوت ماي انكل. واحد يقول لي طب ما ده برضو اوف واباوت، لا بس هنا التعبير ده برضو جه اباوت. خلاص كده؟ لاست نايت قلت امبارح اي دريمد اباوت ماي انكل، حلمت بشأن، حلمت بشأن، حلمت ان في حد يعني. خلاص كده؟ اما الاولانيه دي بحلم ان انا اكون، بحلم بيه، اما دي كاي احلم بحد. وصلت يا جماعه؟ عشان تبقى فاهم. دي الثانيه 25 تو، وقف كده واسمع وعيش. دي سايد تو المصدر. 6 الاولى، ها؟ 7 هتبقى دي، 8 ريسبوند تو سي، 9 طبعا ات ات من دي، 30 الاخيره في سن صغير ات ايج طبعا في سن يونج ايج، 1 الاولى، 2 سي، 3 تل تل اس. كانت في واحده جت في الشامل كده واز تولد انا اخبرت، وفي ناس قالت لك ناخد تل، قلت لهم تل عايزه مفعول، بعاكس انا بعض الناس اهو ازاي يفهم بقى. 34 ها ذا فيرست تفضيل اعداد ترتيبيه عايزه تو يبقى بي، 5 تاخد بي برايد تيك برايد تيك برايد يفخر اللي هي بتسوي فخور براود اوف تيك برايد، ها 6 تاخد سي، 7 ديسايد تو المصدر ان يسوي صدر يسوي النزاع الاخيره، 8 تو تاتي في نهايه الاثبات، 9 هناخد ان ديجري ان شهاده في، 40 جيفن اوت، 1 اتاتش طبعا بي، 2 الاولى، ها خلاص حبايبي تمام. بعد كده 3 البي ووجد انتو دخل الحجره بي، 4 هتاخد بي، 5 هتاخد بي، 6 الاولى خريج اجرد ويت اوف لو جت فيرب يبقى فروم، 7 بي هتحتيها، 48 الاولى كلاسيفايد طبعا مصنف زي كاتيجوري كده، 9 الاخيره، 50 بي، ها تمام حبايبي. بيقول لك عكسها الانتونيمس بتاعها، عكسها ما تنساش ان ده عكسها، 1 الاخيره، 2 ها سي، تمام كده حبيبي. ربنا يا رب يكرمكم وما تنسونوش في صالح الدعاء، تمام لامي عليها رحمه الله. حبايبي صفحه 34 ده كان واجب الرايتنج، 1 هتاخد بيه اول جمله فين بالنص، اول جمله يا حبايبي تمام، دول الجمل اللي كانوا في المذكره عشان تبقى فاهم، بس عشان كان في واجب في المذكره، 1 بي تمام، 2 هتبقى سي، 3 بي، 4 بي، 5 الاولى، 1 بي ها ان unexpected question سؤال غير متوقع يسمى بالسؤال البلاغي، يبقى 1 بي، 2 بي، 3 سي، 4 حبايبي الاخيره، 5 الاولى، 6 الاولى. صفحه 35 من فوق، 1 الاولى، 2 دي، 3 الاولى، الغرض من الدعوه، 4 سي، 5 سي، 6 دي، 7 سي، و8 بي، و9 الاخيره. حبايبي تيست تايم، نجارك حبيبك. 1 تاخدي الاولى، صفحه 36، ما ننساش ان التيست بنحله على ايه؟ ها؟ على شكل لجنه، بالله عليك
عشان الناس اللي بتخاف من اللجان. طيب واحد تاخد الاولى امبرسيف مثير، احنا بنحب قراءة هذا الكتاب مثير جميل جدا. تمام. اتنين تاخد سي. تلاتة الاخيرة طبعا يقدر وابريشيت. اربعة تاخد بي انسبيريشن تو ملهم لي. تمام حبايبي. بعد كده اربعة بي. خمسة تاخد سي اساكسس. قلنا تمام كده حبايبي ناجح للاشياء، اما سكسس للاشخاص وللاشياء. تمام كده يا جماعة. طيب بعد كده الجملة 8 5 سي 6 دونج طبعا يقوم ببحث. 7 الأخيرة كلهم ينفعوا يطرد طبعا. 8 الأولى 9 الأولى مضارع تام لأن فعل إنه ما ياخدش اي ان جي. 10 بي 11 سي سينسزن ومنذ ذلك الحين. فاكرين دي يونت 1 وإيفر سينسا أيام الشقاوة بقى شين شقاوة شين شرح ايام الشرح بقى والطحن. كنا حالين 5000 سؤال ايام الشرح. 12 سين سي 13 الاولى. 11 سي 12 سي 13 الاولى. 14 هتبقى الاخيرة في نهاية سؤال وممكن اوريدي تيجي في نهاية السؤال الذي يعبر عن الدهشة. هل انت خلصت التقرير؟ دي انت بطيء قوي. لا ده انا مش مندهش يعني انت ما انجزتش. خلاص 15 الاولى ويل دون اهي انجزت انا هنا بقى. 16 بي 17 بي 18 بي يا حبايبي 19 الاخيره 20 سي. اما بقى واحد هتبقى ايه 21 تحت ايه واثنين طبعا بي 3 سي 4 الاولى بيقلد بقى 5 الاخيره 6 دي و7 سي و8 بي 9 الاولى 30 ايت 1 بي 2 سي تشيمينج بيمضغ وقناها قبل كده يمضغ طعام او لبان 3 دي 4 الاخيره 5 بي 6 الاولى الترجمه 37 هتبقى سي. لا تيأس اليوم صعب وغدا سوف يكون أسوأ. تمام خلاص حبايبي أسوأ ولكن بعد غد سيكون أفضل عشان ورس بس. 8 الأولى 9 هتبقى دي 9 هتبقى دي. تمام أما 40 ودي آخر حاجة هتبقى سي.